بمناسبة عيد العنصرة وحلول الروح القدس، قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة مميزة تطرقت خلالها لمفهوم الروح القدس في الكنيسة. وقد أثرى الحلقة اتصالان مع كل من الأيكونومس قسطنطين هلسة، كاهن رعية الروم الأرثوذكس في بلدة الربة بمحافظة الكرك، والأب الأرشمندريت الدكتور بسام شحديت، النائب الأسقفي العام للروم الكاثوليك، رئيس محكمة البداية للروم الكاثوليك. فإلى هناك. نحن لا نعمل إلا من الروح القدس، مهما تكلمنا ومهما فعلنا ومهما إن كان ما في موجود فينا الروح القدس بداخلنا ليعمل فينا، ما لا نفهم ولا نعي ما نقول ولا نعي حياتنا الروحية للقداسة، وكلنا مدعوين للقداسة والقديسة. فمفهوم الروح القدس دايما عند المؤمن أبونا دايما مبهم الموضوع، بحسه زي الولد الثالث المتروك، يعني الأول والثاني زي الولد الثالث المتروك، إنه الناس مش كتير فاهمة موضوع الروح القدس. فهذا عدم الفهم، هل بعدم وجود الروح القدس أو الوعي لقوة الروح القدس أو معنى أو أهمية الروح القدس اللي موجود في حياتنا. لما درسنا بالفلسفة الحضارات، نعم، وتاريخ الحضارات القديمة خصوصا حضارات منطقة الشرق الأوسط، هي كلها كانت تؤمن بأن روح الله ساكن في الفناء. لما الدنيا بتشتي كانوا يحكوا أنه الله فرحان عليهم عم بيسقي لهم نباتاتهم. لما كان الزلزال والبرق والرعد والأحداث الطبيعة، هيجان الطبيعة إذا جاز التعبير، يحكوا روح الله. فمصطلح روح الله هي القوة المنبثقة من الميتافيزيك بالنسبة للبشر، كان دائما توقع انه في قوة خفية فيها روح مش جسد ما بنشوفها. ولما اجوا بالعهد القديم بنشوف اول كلمة لما نفتح الكتاب المقدس، في البدء تكوين، في كلمة البدء، في البدء كان روح الله يرفرف على الغمر. فروح الله انبثق مثل ما بتحكي العقائد الكنسية، وإحنا بنعرف إنه الآب والابن والروح القدس بهذا المفهوم الروحاني، نعم، بهذا المفهوم الروحاني هم لم يخلقوا، هم يعني يسوع المسيح ما إجا يوم وانخلق، إحنا بقانون الإيمان منقول مولود غير مخلوق، نعم، لأن روح الله موجود من أول ما تفتح الكتاب، أول نعم. وكان روح الله يرفرف على الغمر، شو الغمر؟ البحر يعني. وكانت الأرض بحكوها بالعبراني طاهو باهو، خربة خاوية، ما كانش في أي نوع من الحياة. كلمة الله لما خلق فيها الكون، كانت الأرض، كانت سماء، ليكن جلدا، لتكن نباتا، لتكن حيوان، لتكن نبات. كلمة الله الخلاقة بروحه خلق الكون بالكلمة، اللي هو مين الكلمة؟ يسوع المسيح. السيد المسيح لما ذكر البرقليط، طبعا في ناس كتير قالت البرقليط هو إنسان سوف يأتي ليشهد للمسيح، هيك فكروه. فهو البرقليط كيف جاء؟ قال إني أرسل لكم البرقليط وهو يمكث معكم إلى الأبد. فيش إنسان يمكث مع البشرية للأبد، فعشان هيك هو مش إنسان يعني. ويحل فيكم، يعني فيش إشي إنسان بحل بإنسان أو بحل، ويذكركم بكل ما قلته لكم، ويأخذ كل ما لي فهو الذي يمجدني. يعني جاء كمان الكتاب المقدس السيد المسيح ذكره. فالبرقليط للي بيشكك وبقول برقليط هو إنسان أو القادم أو يعني، هذا يثبت على أن البرقليط هو من روح الله. الحديث عن العنصرة حديث طويل و بينحكى فيه معلومات مهم جدا كل المؤمنين انهم يعرفوها، ومع عدم اللعب بالكلمات، لانه اذا اخطأنا بحق الروح القدس بحكي لنا ربنا انه التجديف على الروح القدس لا يغتفر، لا غفران له لا في هذا الزمان ولا في الآتي. وبناء عليه بدها تكون معلوماتنا موثقة من كتابيا، وموثقة من خلال الآباء القديسين في الكنيسة. نعم. وهون بنحكي
إنه ربنا في اللقاء الأخير مع التلاميذ نعم. مثل ما بيرد في أعمال الرسل الأصحاح الأول إنه طلب منهم أن ينتظروا في أورشليم ينتظروا موعد الآب. نعم. موعد الآب وين الآب وعد؟ بإرسال هذا الروح. من المعروف إنه كل ما يتعلق في المسيح بأدق التفاصيل وردت عنه نبوءات في العهد القديم بتفاصيل دقيقة. نعم. يعني مثلا الآلام اللي بيقرأ أشعياء 53 يكاد يجزم بأنه أشعياء كان موجود في حوادث الآلام وهو فرق بينه وبين المسيح على الأرض حوالي 700 سنة. لكن أيضا أهمية العنصرة في موعد الآب اللي ورد في سفر يوئيل الأصحاح الثاني والآية 28 بيقول ويكون في آخر الأيام أني أسكب من روحي على كل أحد، مش أسكب روحي على الأسقف أو على الكاهن، لا أسكب روحي على كل أحد فيتنبأ بنوكم ويرى بنات بنوكم وبناتكم أحلاما. هذا الموعد موعد الآب اللي أعلنه الرب يسوع المسيح للتلاميذ من بعد قيامته من بين الأموات، فتم في اليوم 50 لقيامته. أول شيء بدنا نحكي كمان إيش معنى كلمة عنصرة. نعم. كلمة عنصرة هي كلمة عبرانية تعني محفل أو اجتماع. العنصرة، ولذلك في لغة الإنجيل الأصلية في اللغة اليونانية ما بترد كلمة عنصرة، ترد كلمة الخمسيني البندكتي أي في اليوم 50 للقيامة. لهيك في العنصرة موعد الآب الكل مدعو لأن يمتلئ بهذا الروح. عيد العنصرة هو خاتمة الأعياد. نعم. وفي هذا العيد حل الروح القدس على التلاميذ وبدأت الكنيسة. وبحب أزيد إنه كيفية استقبال الروح القدس وكيف بنخضع للروح القدس. لاستقبال الروح القدس لازم يكون عندنا روح الطاعة. الطاعة لمشيئة ربنا. كل ما أنا بطيع مشيئة ربنا كل ما أنا بأستقبل الروح القدس. فالنقطة الأولى هي الطاعة. نعم. والنقطة الثانية على مثال التلاميذ. نعم. كان في خلوة أختلي بيني وبين الله، والروح القدس بحاجة إلى صمت، إلى سكينة وهدوء، لا أسمع همسات الروح في قلبي في نفسي. نعم. أسكت أصوات العالم الخارجية لأصغي لصوت الروح القدس الداخلي. نعم. إحنا بنحكي في القداس لنطرح عنا كل اهتمام دنيوي لنستقبل ملك الكل. لما بنكون بالكنيسة نترك كل شيء برا وبنستعد لاستقبال الروح القدس. وكمان كل واحد في داخله هو كنيسة. نعم. والشماس في بداية القداس تحكي حان الوقت للرب أن يعمل. نعم. يعني أترك الله يعمل في قلبي. نعم. والقديس بولس تحكي لنا في أفسس 5:18 لا تسكروا من الخمر التي فيها الخلاعة بل امتلئوا من الروح. القسم الأول من الآية لا هو سلبي، ابعاد عن السكر، ابعاد كل الأمور الخطايا. والقسم الثاني بل امتلئوا من الروح إيجابي. نعم. كمان في قلبي بيكون اضطراب، بيكون خطايا، بيكون حقد، بيكون كل الأمور السلبية. بدي أزيل كل هاي الأمور السلبية وأخلي الروح القدس يعمل فيه عشان الثمار الروح محبة في قلبي، الفرح، السلام، طول الأناة، اللطف، كل هالثمار هاي تعمل فيه.